الخوت جاوبوني كيفاش نشري من برا بلا ما نخلص والو. دابا انا بغيت نشري واخا تشد ليا، واش تقدر تشري بلا ما تشد لي؟ كيفاش ندير ما نخلصش الديوان؟ مشكل ديال الديوانه كاين شي حل خويا؟ واش حتى هذا غنخلص عليه الديوان؟ مشكل الديوان كيحسبوا عليك الديوانه ولا فابور حتى هي؟ كيف كتشوف اخوتي، هذه هي معظم الاسئله اللي كانت توصل بها في الايامات الاخيره، سواء على حسابي في الفيسبوك ولا على قناتي في اليوتيوب. في الطريقه باش نشريو من علي اكسبرس بلا ما تشد لنا السلعه ديالنا في الديوانه، راني شرحتها ما في فيديو ما في جوج ما في ثلاثه، يعني اكثر من ثلاثه ديال الفيديوهات كل مره كنشرح لكم طريقه كيفاش نجيبوا السلعه ديالنا من على برا. لكن للاسف كاين بعض الاصدقاء اللي ما كيشوفوش الفيديوهات، لذلك كيطرحوا هذه الاسئله. واللي بغى يعرف كيفاش يجيب السلعه من علي اكسبرس بلا ما يخلص، ما عليك خويا سوى تشوف هذا الفيديو اللي غنخلي لك في الوصف ديال هذا الفيديو، هذا تبعوا من الاول حتى الاخر وشوف دوك الطرق ديال الشحن اللي خصك تختار باش ما تشدلكش السلعه ديالك، وكذلك بعض النصائح اللي خصك ضروري ديرهم كذلك باش تجنب الديوانه وسبيداف. وباش ناكد لكم على الكلام ديال الفيديو وباللي لحد الان هاد الطرق هما باش خدام، هاد السلعه وصلتني في 25 كويت 2022، يعني غير البارح. وشوفوا معايا هذا واحد الكايبل فيه 3 متر، غنوري لكم الجوده ديالو ممتازه. ثم عندنا هنايا واحد العلبه ديال الباكاجين ديالها هو هذا، هذه خاصه بواحد شنو نقول لكم اللعيبه ديال بحال السماعات، وهي ولكن هي اونتي بغوي. كتكون فيها واحد العلبه صغيره على هذا الشكل، هذه ديال بحال لي زيكوتور، هما اونتي بغوي يعني كيحيدوا الصداع. وصراحه انا فاش وصلوني ما عرفتش باقي كيفاش نخدمهم، قلبت في اليوتيوب ما لقيت والو. بالنسبه لهاد العجين كيقول لك باللي كدير هادي في ودنيك عاد كدير هاد العجين باش هو اللي كيشدها، ولكن بان لي بلي هاد العجين واش خسر في الطريق ولا اش وقع عليه. المهم لقيت بلي ولا بحال لصاقه وصعيب باش ديرو في ودنيك، يعني ما غاديش يحيد لك. المهم كان الثمن ديالو رمزي، يعني بحال اللي قلتي فابور، داكشي علاش خديتو. هنا واحد الفيكساسيون ديال التليفون كتخدم فيه، غتحتاجها في السياره ديالك، فالجوده ديالها متوسطه يعني كتبان زوينه وصحيحه. الثمن ديالها كذلك درهم ونص، الكيبل الثمن ديالو شي درهم تقريبا. وهاد المنتوجات كاملين راه ديجا شاركتهم معكم في الشراء الجماعي في المجموعه ديالنا على الواتساب، وكذلك المجموعه ديالنا في الفيسبوك، كذلك المجموعه ديالنا على التليجرام. اللي بغى يلتحق بنا ويستافد من هاد الهميزات، فدائما كنحطو هميزات ما كيتعداو جوج دراهم، وكيكونوا هميزات اللي زوينين وهوتات. لذلك نخلي لكم الرابط في وصف هاد الفيديو، دخلوا ليه ما غتندموش ان شاء الله. اذا خوتي وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديال اليوم، فالى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديريجيو بارطاجيو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. والا كانت اخي اختي هذه اول زياره لك للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلك من جديد ديالنا اول باول.